أجرى رئيس مجلس النواب كريم غلاب يوم الجمعة بالرباط مباحثات مع جون فرانسوا كوبي الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي، حيث تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المغرب وفرنسا. استقبلت السيد جو فرانسوا كوبي الذي هو رئيس الحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لو ام بي اللي هو حزب معارض الآن بفرنسا. هذا اللقاء أساسي ومهم لأنه عمق العلاقات ما بين المغرب وفرنسا كيجعل أن العلاقات يجب أن لا تقتصر فقط على العلاقات الرسمية أو الحكومية أو حتى البرلمانية، بل يجب أن تمتد كذلك إلى الهيئات السياسية، إلى المجتمع المدني، إلى المقاولات. وبالتالي هذه مناسبة في إطار ما يسمى بالدبلوماسية الموازية أن نتبادل الآراء في كثير من القضايا المشتركة التي تربطنا بفرنسا. Entrepris toute la journée d'aujourd'hui des rencontres avec l'ensemble des responsables politiques marocains. قمت طيلة هذا اليوم بعقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين مغاربة، لأن أعتبر أن العلاقات المتميزة تجمع بين المغرب وفرنسا تفرض على رئيس المعارضة الفرنسية أن يتابع التطورات بالمغرب التي تعتبر شيء مهم بالنسبة للسياسيين الفرنسي. Soit particulièrement attentif à suivre les évolutions de votre pays qui sont passionnantes pour un dirigeant politique français. وكان الأمين العام للحزب الفرنسي لاتحاد مجلس الحركة الشعبية جون فرانسوا كوبي قد أجرى مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين ومع رئيس الحكومة، حيث نوه بأهمية الشراكة التي تربط المغرب وفرنسا.